هو محضر لنا شويه صور، اعتقد هم اللي هياخدونا في السؤال اللي جاي. هنا ولا هنا؟ بص هنا. هنا اوكي. دول الزميلات من على الريد كاربت في مهرجان الجونه. حضرتك كنت حاضر المهرجان؟ انا لسه راجع من المطار، لسه راجع. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. طيب المهرجان حضرتك شايف من وجهه نظرك حقق الهدف المرجو منه؟ وانا اقصد بحقق ايه؟ ما يثار على السوشيال ميديا الحقيقه كنت شايفه ان فيه هجوم مبالغ فيه من الناس، واختصروا المهرجان في فكره ازياء الفنانات، وناسين ان ده مهرجان يعني سينما من جميع انحاء العالم. يعني شفنا صور. فرأي حضرتك بصي إيه؟ احنا اصبحنا ثقافتنا بتكلم عموما من السوشيال ميديا. فانا بحط نفسي مكان اللي هو عايز ينزل حاجه على السوشيال ميديا. هينزل ايه؟ هينزل مثلا كلام عن فيلم مهم اتعرض، وفي افلام كتيره، افلام كتيره مهمه جدا عرضت في المهرجان. لا، هينزل صوره. طيب الصوره دي عشان تبقى جاذبه هيحط صورتي انا؟ اكيد لا برضه. لا قولي لا. صور جميله. هيحط صور نجمات وكده وعريت كاربت ولابسين فساتين. فاصبحت الحكايه زياده قوي في التلقي والناس شغاله عليها. الاستاذ المخرج بيقول لي علقي على الصور. الحقيقه وانا لاول مره بقول لمخرج لا لا. سامحني يا استاذ، مش هقدر اعلق على اي صور. يعني بصي انا مش هنتكلم عن صوره صوره، لكن بوجه عام. ايه اللي بيخلي مهرجان القاهره برضو بيبقى فيه ريد كاربت زي ما انت عارف؟ ايوه وفي اكتر من ريد كاربت. طب ايه اللي بيخلي الكلام كتير قوي في الجونه اكتر من القاهره واكتر من بقيه المهرجانات؟ هقول لك ليه. في الجونه حصل افلام، بقول لك يعني السنه دي برغم الجائحه اللي احنا عايشينها، فريق العمل المبرمجين عاملين شغل هايل. افلام انا استمتعت بيها، كل يوم ثلاث افلام جرعه حلوه بالنسبه لي. وافلام قصيره عظيمه جدا، منهم الفيلم المصري اللي اخذ جائزه الصحفه الذهبيه في كان اخذ الصحفه الذهبيه، كان موجود وانا شفته قبل اعلان نتائج الصحفه، وخد كمان النجمه كافضل فيلم ما شاء الله. فكان في افلام مهمه، افلام حصدت جوائز في فينيس مثلا وغيرها وبرلين، وكانت معروضه وشايفينها وكل حاجه. ولكن العين رايحه برضو ناحيه الفساتين. هنا قوه تاثير السوشيال ميديا اجتماعيا قويه جدا، وبتحرك اتجاهات الراي العام. يعني هي بقت اقوى من الحدث. هو ما ينشر عن الحدث مش في الصحافه، وانا صحفي وبعتز طبعا بالمهنه طبعا بتاعتي. لا، السوشيال ميديا هنا أقوى. حتى بتحرك الصحافه. أيوة. بدل ما الصحافه تحرك السوشيال ميديا اصبحت هي قوه يعني طاغيه.